إذن من متابعتك لهذه المشاهد، ويمكن نتابع على الشاشة عملية استمرار توافد الناخبين على يعني مقر اللجان الانتخابية، أشرت إلى نقطة هامة وهي نقطة الصحوة التي جاءت يمكن للمصريين والتي كانت سببا في المشاركة بهذا الزخم أو هذا العدد الكبير، وهي نقطة يعني التخوف ويمكن استشعار الخطر في المنطقة الإقليمية. جعلنا يعني نتحد جميعا وننظر إلى المستقبل. بالتأكيد يمكن مصر في الحقيقة في قلب العالم، ولا يمكن فصل ما يحدث في العالم أو المحيط الإقليمي عن الداخل المصري، ولا يمكن استقبال أي عبارات أنا مالي ومالي اللي بيحصل بره. وهذه العبارة في الحقيقة ليس لها أي معنى، بل بالعكس ده مصر تتأثر ربما أكثر من دول أخرى بما يحدث في الإقليم وفي العالم بشكل عام. صحيح. أنت محور التجارة الأهم في العالم، أنت قلب العروبة ويعني بوابة أفريقيا ونقطة جيوسياسية هي الأهم في الشرق الأوسط، كيف لا تتأثر؟ وبالتالي التأثيرات موجودة. وبالتالي أنا أعتقد أن المواطن الآن يعني وضع جانبا كافة همومه الشخصية ومصالحه الشخصية وحديثه حتى عن بعض الأمور الاقتصادية. صحيح. وأعلى من القيمة الأهم وهي قيمة الوطن. حينما يتعلق الأمر بالوطن وبسيادة الوطن وبقرارات سياسية يجب أن يكون وراءها ظهير شعبي قوي، هنا تجد المواطن المصري حاضر. هنا هذا حدث في ثورة 30 يونيو. صحيح. وحدث مجددا اليوم. أنا أعتقد أن هذا المشهد يذكرنا بثورة 30 يونيو، لأنه احتشاد للمواطن وهو يعلي فقط قيمة الوطن والمصلحة العليا للبلاد حتى بعيدا عن المصالح الضيقة أو مصالحه الشخصية. أنا أتحدث مع الكثير من المواطنين، حضرت الكثير من المؤتمرات الشعبية قبل الانتخابات. الجميع أصبح لا يتحدث عن أسعار السلع، لا يتحدث عن يعني الظروف الاقتصادية، وأصبح يناحي كل هذه الأمور جانبا. وماذا سوف نفعل في هذه المتغيرات الإقليمية؟ صحيح. والدولية كان السؤال، بالأخص أنها حدود مصر يعني للأسف يعني سواء كانت ليبيا أو السودان أو فلسطين، فالأحداث ملتهبة ومشتعلة، ويمكن ده اللي خلى الجميع يعني يتحد على قلب رجل واحد زي ما حضرتك بتقول كده، ونشوف بقى مستقبل هذا الوطن ويعني نحدد مصيرنا. بالتأكيد، لأن كما حضرتك أوضحتي احنا نتحدث عن جدران الثلاثة للوطن الشرقية والغربية والجنوبية، أوضاع إقليمية غاية في الصعوبة. وبالتالي هنا المواطن يعني هدفه الأساسي الحفاظ على استقرار الدولة. يمكن التحدي الحقيقي للمجتمع المصري الآن هو الحفاظ على المكتسب الذي تحقق، لأن احنا حققنا مكتسب في الحقيقة صعب للغاية. لا ننسى تضحيات الشهداء من رجال القوات المسلحة المصرية والشرطة البواسل، لا ننسى المجهود الذي بذله العمال والبناؤون والمهندسون والأطباء وكثير من التحديات في الحقيقة. صحيح. مرت على الدولة المصرية، الشباب المصري الذي يبني في مبادرة حياة كريمة، الأطباء الذين خاضوا مبادرة فيروس سي وخلصوا المواطن المصري من فيروس سي. المواطن المصري في الحقيقة خاض أشواط كبيرة جدا للتخلص من الكثير من التحديات، وهو يتخلص من هذه التحديات للأسف واجه تحديات مستجدة. صحيح. جائحة كورونا، الأزمة الروسية الأوكرانية، التضخم العالمي، الأوضاع في غزة. قدرنا هكذا، ولكن هذا القدر يقوينا، هذا القدر يجعلنا نصطف صفا واحدا لنواجه هذه التحديات وننتصر عليها مجددا. انتصرنا على التحديات التقليدية التي تورطناها خلال العقود الماضية، واستطعنا أن نبني بنية تحتية ونحدث تنمية ونحدث حياة كريمة ونتخلص من آفات مزمنة زي المناطق العشوائية وغيرها من الأمور. ونستطيع أيضا بالإرادة الشعبية، بالتماسك الداخلي، بوحدة الصف الداخلي، أن أيضا نواجه كافة المتغيرات الدولية والإقليمية ونحافظ على بقاء ووجود هذه الدولة. أنا أعتقد أن البناء الديمقراطي والسياسي المصري الآن في مرحلة في غاية الأهمية وفي غاية القوة. نعم. علينا جميعا أن نساند هذا البناء وندعم هذا البناء وننمي هذا البناء السياسي الديمقراطي الذي هو أساس التنمية، الذي هو أساس البناء المجتمعي. صحيح. الذي هو أساس القرار السياسي في كافة المجالات. وبالتالي نزولك اليوم أنت تؤسس لقرار سياسي، فعش تقول أنا مالي، لأن النظام السياسي قاعدته هو الناخب. صحيح. يعني إذا كان الرئيس هو رأس النظام وإذا السياسي، وإذا تحقق إذن يعني قد تحقق للناخب أو للمواطن المصري الأمن والأمان والاستقرار والبنية التحتية، فإذا نتجه إلى المستقبل وننظر إلى المستقبل بنظرة يعني فيها رحب يعني أفاق أرحب من النظر في الوقت الحالي، لأنه ده مستقبل أولادنا ومستقبل الأجيال القادمة. دعني وأيضا أتحدث معك عن مشاركة المصريين في الخارج. يعني تابعنا منذ الأول وحتى الثالث من ديسمبر مشاركة المصريين في
الخارج وجاءت على يعني غير المتوقع مشاركة حاشدة بشكل كبير، هل لهذا دلالات؟ لهذا دلالات ولهذا أيضا بناء. يعني الدولة المصرية أيضا أسست لي هذه ردة أو لما شاهدناه من ردة فعل إيجابية. كيف نتحدث عن بعد 2014 أيضا دستور كما كنا نتحدث أعطى للمصريين في الخارج وفق تقريبا يعني مادة 88 صلاحيات فيما يتعلق بالمشاركة الانتخابية، وأيضا حق في التمثيل البرلماني، وأيضا ما يتعلق بالبحث العلمي. وفي الحقيقة أن بند الدستور تحقق، يعني المشاركة أتيحت والتمثيل البرلماني أتيح، وأيضا حتى الإسهام العلمي تحقق من خلال مؤتمرات مصر تستطيع. هذا على نطاق البنية الدستورية. على صعيد السلطة التنفيذية، مصر أوجدت وزارة مهمة جدا وهي وزارة الهجرة والمصريين في الخارج، وبالتالي كانت حلقة وصل صحيح غاية في الأهمية لبناء جسر تواصل حقيقي ما بين المصري في الخارج وما بين الداخل. على صعيد بقى القرار السياسي، وهنا القرار السياسي في الحقيقة من القيادة السياسية المصرية لعب دور بارز في إعادة الروح وإحساس المصري في الخارج إنه حتى وإن كان بعيدا عن الوطن ولكن الوطن قريب منه. وده في مواقف كثيرة جدا كان الوطن يحمي فيها المواطن في الخارج كما هو يحمي فيها المواطن في الداخل. بداية فيما حدث في يعني ما حدث في ليبيا واتجاه مصر للأخذ بالثأر لشهداء المصريين على يد الجماعة الإرهابية لا تنسى يعني بالضبط، او حتى في مواقف اخرى بقى زي ما حدث في افغانستان واجلاء الرعايا المصريين، ما حدث في جائحة كورونا راينا الطائرات المصرية بتجلي المصريين من مختلف دول العالم، ايضا حتى في الأزمة الروسية الأوكرانية مصر مدت يد العون للطلبة المصريين هناك، حتى في السودان مصر ذهبت برا وبحرا وجوا يعني إعادة المصريين من هناك. وبالتالي هذه المواقف الكثيرة في الحقيقة التي أثبتت أن الدولة المصرية حينما ترفع شعار حياة كريمة للمواطن المصري فهي ترفعه للمواطن في الداخل والخارج، جعلتنا نرى كل هذه بقى الخطوات سواء الدستورية أو التنفيذية أو القرارات السياسية، جعلتنا ننظر ونشاهد ونتابع مشهد عظيم لتصويت المصريين في الخارج بهذه الكثافة، لأن المواطن المصري أصبح يدرك أنه يحتمي بجدران الوطن حتى وإن كان خارج حدوده. ربما أيضا هناك يعني ثقة أصبحت موجودة ومتبادلة بين المواطن وبين يعني القاعدة السياسية، لأنه يعني لما ننظر إلى الهيئة العليا للانتخابات التي تقدم لها أكثر من طلب من منظمة أجنبية للإشراف على الانتخابات فإنها لم ترفض أي طلب، فربما هذا أنشأ أيضا مزيد من الثقة من المواطن لمجريات سير العملية الانتخابية. يمكن طبعا الهيئة الوطنية أحد أيضا مكتسبات العملية الديمقراطية المصرية، ووجود هيئة مستقلة في الحقيقة لإدارة العملية الانتخابية بنشهد عوائدها الآن. صحيح. يمكن الهيئة الوطنية أنا أعتقد أن هي بتعمل على أو داخل إطار بيضم أو له ثلاث مسارات رئيسية. نعم. الاحترافية، الاستقلالية، وأيضا الشفافية. هذه العوامل الثلاثة أو هذه الركائز الثلاثة لعمل الهيئة الوطنية للانتخابات التي تعتمد على الاحترافية والشفافية وأيضا ما يتعلق بالمصداقية، كلها أمور بتمكن الهيئة أنها تدير هذا الأمر بشكل احترافي أكثر من رائع. أيضا استحضار الأدوات التكنولوجية والاعتماد على الرقمنة وعلى صحيح. إتاحة البيانات الرقمية، المواطن في انتخابات سابقة كان يذهب إلى اللجنة ثم يبحث عن اسمه في كشوف الناخبين صحيح.